بعد أن أصدرت شركات الاتصال التركية قراراً بإيقاف عمل الخطوط بداية شهر أيار المقبل لكل شخص غير مسجل لدى الشركة بطريقة نظامية أو ممن سجلوا أرقامهم من خلال جواز السفر، انعكس هذا القرار على سكان ريف حلب في ظل توقف عمل الشبكات السورية في غالبية المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة واعتمادهم على شبكات الاتصال التركية. يعني الخط التركي نحن تعلمنا عليه وتعودنا، عندنا زباين كله على الرقم هذا وماشي الحال عليه. هلا تغيير الخط بده يروح مننا كثير زباين وكثير ناس مستفيدين مننا كنا. هلا بدنا نغير كل شيء، نغير اللافتة، نغير الارما، نغير وفوق منا نحط دافعين حقه 10,000 ليرة على بدن كمان بكلف 800 ليرة. هلا رحت سألته قال لي 800 ليرة الخط، يدك جيب واحد من تركيا ولك صاحب من تركيا. عدم امتلاك غالبية سكان المنطقة لبطاقة الحماية المؤقتة التي تصدرها الحكومة التركية والتي تخولهم شراء خط اتصال جديد أو تحديث البيانات المطلوبة من قبل شركات الاتصال زاد من مخاوف السكان بإيقاف خطوطهم. بالنسبة لشركات الاتصالات الموجودة بالريف الشمالي المحررة تركسل وترك تيليكوم، عم يبعثوا رسائل لأغلب الخطوط إنه راح توقف 2/5 اللي مقيد على جواز سفر، بدهم يرجعوا من جواز ملكيته من جواز سفر بالكملة. هذا الحكي هون عندنا بالريف الشمالي على اغلب العالم راح تاثر عليها، لانه في عالم طالع جواز سفر من عند النظام، هون بالريف الشمالي ما في كملة، يعني هذا يعني في كثير عالم راح توقف خطوطها. بنتمنى انه يلتقى حل لهي الشغلات، لانه احتمال ياثر بشكل كثير كبير على 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 معظم العالم اللي ما معه كملة، راح توقف خطوطها، راح توقف اشغالها كلها. وفي خطوة غير مسبوقة عملت إحدى الشركات في المنطقة على إيجاد حل بديل يخفف من أعباء هذه المشكلة، حيث استطاعت الشركة إصدار خطوط خاصة بها تعمل بتقنية 4G للإنترنت، وتحاول هذه الشركة تطوير هذه الخطوط لتحقيق الخدمة المطلوبة. بالنسبة لخطوط FSN اللي هن أطلقناهم من شبكة شام فيوتشر، حالياً هن عبارة عن بطاقات يوصل الإنترنت للجوال. حالياً ما في المكالمات أو رسائل محلية. طبعاً اختبرنا المكالمات والرسائل المحلية وكانت يعني نجاح 95%. شغلنا لفترات واختبرنا الموضوع، ما عاد نطول كثير، بتوقع يعني أيام ممكن نطلق المكالمات والرسائل، وراح تكون خدمة تقريباً يعني رديفة للخطوط التركية. تعتبر هذه الخطوة من قبل الشركات العاملة بمجال الاتصالات حالة إسعافية، ويأمل سكان المنطقة بإيجاد حلول سريعة لهذا الأمر من خلال التواصل مع شركات الاتصال التركية لإيجاد حلول دائمة لأكثر من 2,000,000 نسمة يستخدمون الشبكات التركية.